كمان شاهدنا نيمار مهارة سرعة وابتكار فعلي، لكن للأسف يمكن يعني بالأمس خيب ظن كل جماهير باريس سان جيرمان. على العموم احنا هنفوت في هذه التفاصيل بصورة أكبر مع الصحفي الرياضي داخل الاستوديو عبد الرحمن عيدروس بعد غياب ما من الشاشة وإنما مننا نحن تحديدا يعني، أو مني أنا تحديدا. نعم، صباح الخير عليك. صباح النور أخت لينا، وصباح الخير أخ حمزة، وسعيد اليوم طولنا ما تلاقينا في صباح الشروق. لكن يعني بالأمس بصراحة يعني نيمار خزل الباريسيين، خزل عشاق باريس سان جيرمان وخزل الجميع. لكن في الاول وفي الاخر نقول انه المنطق والمنطق والاقدر والاستحق اللقب بجداره بكل استحقاق هو بايرن ميونخ، اللي يمكن قدم بطوله استثنائيه. نتكلم عن مباراه بالذات، لكن نتكلم عن مشوار حافل بالنتائج. استحق التتويج بمعنى الكلمه، لانه لما تشوف انه المسار بتاع بايرن ميونخ كان اصعب مسار، كان مسار شائك جدا. يمكن كل الفرق اللي واجهها بايرن ميونخ كان هي انديه مرشحه للقب، خاصه لما تحدث عن الهزيمه المذله والتاريخيه لبرشلونه. يعني يمكن فاز بنتيجه كبيره، هي الاكبر، وهي يمكن تكون الاكبر في تاريخ برشلونه. حمزه بيضحك طبعا. نعم، حمزه طبعا هو هو قاصد يعمل توليفه كذا عشان يجي يرجع للبطوله بعد الثمانيه. فكل البرشلونيه وكل خلينا وعشاق برشلونه يمكن يكونوا بالنتيجه وبالخساره الكبيره. يعني كان الخروج مر بالنسبه لهم، لكن الهزيمه بحد ذاتها بثماني اهداف كانت تاريخيه بمعنى الكلمه. لكن في النهايه البايرن بالامس اكد قوته واكد المنطق الالماني والجداره والاستحقاق الالماني، خاصه لما نتكلم عن يعني يمكن يكون التغييرات في شكل الخطه المقدمه، خاصه كيسلي كومان اللي يمكن بالامس لاول مره نشاهده بعد يمكن يكون غياب، كان بيشارك بيريزيتش في مكانه في رفقه جنابري في الاطراف لبايرن ميونخ. بالامس يمكن المدرب بايرن ميونخ نجح لاول مره في انه مباراه كانت مهمه، مباراه نهائيه، في انه يقحم كومان اللي كان نجم المباراه وصاحب الهدف، بالاضافه ل يمكن ثلاثي الرعب خلينا نقول متمثل في جنابري ومولر، بالاضافه لليفاندوسكي. انا متخيل التشكيله اللي انت ذكرتها دي كلها في بايرن ميونخ اللي هو توج بطلا بالامس، يعني هي سبب كافي في انه باريس سان جيرمان يعني يخسر المباراه. احنا ما يعني لكن برضه شايفه اللوم الاكثر على نيمار. على العموم يعني الف مليار مبروك لبايرن ميونخ، وننتقل لبقيه الاخبار. يا حمزه، طيب في ذات المباراه يعني فيها تفاصيل مختلفه. دائما البايرن يعني سريع في التنقلات، بيستخدم كل الاخطاء والهنات اللي بتكون من النادي الاخر، بيحاول يعالجها بالصوره المطلوبه، ممكن تكون حنكه برضه من قبل المدرب ومن قبل اللاعبين. لو تكلمنا عن الشوط الاول اللي كان فيه حذر كبير جدا من قبل الفريقين، هي تقريبا كانت النتائج والتوقعات متساويه على حسب الهنات اللي بتكون ما بين الفريقين. لكن نتكلم عن الهدف اللي اضيع يعني في داخل منطقة الجزاء. يعني الهدف ده بيرى مراقبون انه شبيه بهدف كريستيانو رونالدو في العام 2017 في بطولة دوري ابطال اوروبا مع يوفنتوس. يعني هو استغلها بالصورة المطلوبة، لكن في المباراة ما تم استغلالها. نعم، يمكن النقطة الأخيرة، نقطة الهدف هي كانت يعني يمكن تكون تؤكد يمكن يكون صحة كلامك، عدم التمركز الصحيح لمدافعي باريس سان جيرمان وعدم خبرتهم، خاصة يعني الفريق يعني دي مباراة نهائية وبتلعب مع فريق بحجم بايرن ميونخ. هذه الأخطاء دائما يعني لا توجد في المباريات الكبيره، دائما يكون في تركيز عالي لمده 90 دقيقه. لكن هذا الهدف جاء بعدم تمركز واضح من لاعبي باريس سان جيرمان. يمكن يعني يمكن حديثك هو بياكد انه بالامس المباراه كانت حذره او مغلقه بعض الفرص، لانه دائما النهايات اخ حمزه تلعب على جزئيات صغيره. دائما المباريات الكبيره والنهايات تلعب على جزئيات، وتتحكم فيها النسق الكبير والتركيز العالي للاعبين، اللي بالامس صب في مصلحه لاعبي بايرن ميونخ بشكل كبير نظرا لخبر خاصه مانويل نوير. مانويل نوير بالامس يعني يمكن ثلاث هجمات كان لامبابي ونيمار نجح في التصدي لها. يعني حارس بحجم حارس بايرن ميونخ يمكن يكون هذا يعني كان بالامس هو نقطه مفصليه ايضا خلينا نتكلم عنه، انه بالامس يعني قدم مباراه كبيره ونجح مانويل نوير في انه انقاذ مرمى بايرن ميونخ من فرص خطيره. هذا بالاضافه لعموم التشكيله كانت قويه لفريق البافاري.
نجوم باريس لم يستطيعوا صنع الفارق، لم يستطيعوا، يمكن يكون بالامس خذلوا الجماهير. هذا الثنائي يتكلم عن نيمار ومبابي، خذلوا جماهير وقت باريس. اللاعبين يعني المبلغ اللي دفع في العالم، يعني اغلى لاعبين. نعم الان هم اغلى لاعبين في العالم. نيمار قادم من برشلونه بمبلغ 222 مليون دولار كاغلى صفقه في تاريخ كره القدم. نيمار بالامس وضح جليا انه هو لاعب لا يصنع الفارق، لا يعتمد عليه في النهائيات في البطولات، يعني لا يقارن بميسي، لا يقارن بكريستيانو رونالدو. نيمار هو لاعب مهاري، لاعب استعراضي، لاعب جيد جدا، لاعب مميز في اشياء كثيره، لكن لا يستطيع قياده فريق بحجم باريس او ينقل على اكتافه للبطولات. فنيمار بالامس خذل الجميع، خذل جماهير الباريسيين، وبالتاكيد البافار استحق اللقب منذ يعني منذ بدايه المباراه، منذ بدايه البطوله عفوا. لكن خلينا نشيد ايضا بايرن ميونخ اللي حقق الثلاثيه للمرة الثانية في تاريخه، يعني ثلاثية للمرة الثانية، هذه ثلاثية تاريخية واللقب السادس له في أبطال أوروبا. طيب السؤال، يعني الفرصة الآن في دوري أبطال أوروبا يعني بالنسبة لباريس سان جيرمان يوصل هذه المراحل كانت فرصة كبيرة، ممكن كان يحقق فيها كل آماله ويسعد جماهيره. يعني هل ممكن تتكرر مثل هذه الفرص يعني اللي حظى بها باريس سان جيرمان وصل للنهائي؟ معظم الانديه برضو الكبيره هي تخلفت عن نهائي دوري ابطال اوروبا. يمكن من النقاط المهمه والنقاط الاساسيه هي لباريس من المفترض ان لا يتخلى عن المدرب توخيل. هذا المدرب مميز جدا، هذا المدرب هو اللي صنع ربيع باريس حاليا. نعم هناك نجوم مميزين جدا، تشكيله مدججه بالنجوم على اكمل وجه، لكن لا بد من المحافظه على هذه التشكيله وعلى هذا المدرب مع يمكن يكون مع ابرام صفقات جديده في هذا الموسم لمحاوله ان باريس يعني يمكن يكون ينطلق من هذه النقطه وليس ينطلق من ادوار المتقدمه، ينطلق من النهائي، وان شاء الله يمكن يكون يقدر يحقق اللقب في العام المقبل ان شاء الله. ننتقل للاخبار المحليه وملف الهلال تحديدا، يعني لماذا يتباطأ الاتحاد في تعيين لجنه التطبيع الهلاليه، وهل للفيفا دور في هذا الائتلاف الهلالي في مواجهه الاتحاد بسبب الكاردينال؟ نعم يمكن الان هناك تباطؤ غريب من الاتحاد بعد ان يمكن الاجتماع الاخير اللي عقد بين الدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكره القدم ورئيس نادي الهلال سابقا اشرف الكاردينال. هذا الاجتماع الاخير يمكن يكون واضح فيه انه او وضع فيه شداد ثلاث خيارات للكاردينال، تم اختيار او خلينا نقول اتفاق على الاختيار الثاني وهو قياده لجنه التطبيع بقياده الكاردينال. لكن خلينا نقول بعد الرفض الكبير من الشارع الهلالي، إذا كان من قبل التنظيمات، إذا كان من قبل الأقطاب، حتى من جمهور الهلال، رفض تام. لأول مرة نشوف إجماع على رفض عودة الرئيس السابق أشرف الكاردينال على رئاسة لجنة تطبيع نادي الهلال. يمكن يكون هذا الموجة من القضب الجماهيري لنادي الهلال هي من جعلت الاتحاد يتباطأ، ويمكن يكون ما يستعجل إعلان لجنة التطبيع، لأنه شفنا بالأمس حتى الأمس القريب معظم التنظيمات بالأمس ذهبت لشداد ويمكن سلمت مذكرة لمجلس الاتحاد السوداني لكرة القدم، لمجلس الإدارة اللي هو بينظر فيها الآن. ويمكن يكون المصادر المقربة من الكاردينال ذكرت اليوم في صحيفة النادي أن الكاردينال سيتخلى أو سيتراجع عن رئاسة لجنة التطبيع، وهناك ضغوطات كما ذكرت الصحيفة، هناك ضغوطات أسرية خاصة بالكاردينال أنه يتراجع عن رئاسة نادي الهلال بعد يمكن هذا السيل الكبير وأن القضب على رئيس نادي الهلال وعلى عودته من جديد. طيب ما بين يعني ديدي وجمال سالم بفسخ العقودات، ما بين يعني دفع مستحقات يعني بعض اللاعبين بن فرج وبن عويدات، لازمات الفيفا يعني. نعم يمكن هذه من المشاكل الماليه، المشاكل الاخيره اللي تضرب نادي الهلال في 6 أشهر الماضيه، لانه عدم الالتزام بالرواتب، دفع المستحقات للمحترفين. يمكن اللاعب السوداني اخ حمزه بيصبر على شهر شهرين ثلاثه بالدارجه، لكن المحترف لا يعرف قير العمله الصعبه، لا يعرف قير الراتب الشهري اللي بيتقاضاه بالدولار. صح. لذلك من الطبيعي ان نجد كل هذه المشاكل، فسخ العقودات والذهاب للفيفا والشكاوي. الان شكاوي ضد نادي الهلال على قفا من يشيل، شكاوي عديده من المدربين وحتى من اللاعبين، واخرهم جمال سالم اللي يمكن يكون غادر الهلال وقادر السودان بلا رجعه، وقال انه سيفسخ عقده نهائيا مع نادي الهلال. ده تاثيره شنو على الهلال الان اذا كان في عوده واستئناف للنشاط الرياضي؟ يعني هي ازمه متلاحقه ما بين كل الانديه، لكن الهلال الخصوصيه من خلال الاطلاع الان على فسخ العقودات ودفع المستحقات، مصير الهلال شنو الان؟ يعني الان مصير الهلال لابد من عوده او من قدوم رئيس نادي
جديد، لانه الكاردينال يمكن يكون هو، خلينا نقول اذا عاد او لم يعد، الكاردينال رفع يده من الصرف على نادي الهلال منذ شهر فبراير الماضي. هذه المشاكل كلها او جل هذه المشاكل يمكن جاءت واتت من الكاردينال من عدم دفعه باستيفائه بالمستحقات الماليه. الان مشكله الهلال هي ذهاب الكاردينال، لانه الان خلينا نقول ما في اتفاق وفي اجماع كامل انه لابد من ذهاب الكاردينال، بالاضافه ل لابد من قدوم رئيس نادي يعني يمكن يكون لديه قوة مالية ضاربة يستطيع تسهيل الهلال لمدة 3 شهور أو خلينا نقول لمدة عام. من يعني الجاهز السيد؟ طيب من الجاهز الآن؟ يعني الوضع صعب شديد. يمكن من الأسماء المرشحة الآن ذكر الإعلام هو يمكن هشام الصوبات، دي من الأسماء المرشحة تقريبا، فضلا عن التنظيمات كلها. التنظيمات اجتمعت في يمكن 7 قوائم الآن تحت طاولة شداد، 7 قوائم. هذه القوائم خمسة كلها يعني رأسها إذا كان البريري، إذا كان الخندقاوي، إذا كان محمد عثمان كوارتي، إذا كان كل الأخطاء ممكن يجتمعوا في قائمة وفاقية، قائمة قوية ممكن تقود الهلال لبر الأمان وحلحلة جزء من المشاكل إذا تم التوافق عليها من قبل الاتحاد العام لكرة القدم. طيب محمد عبد الرحمن، هل يقود أطهر طاهر إلى أهلي بوعريج الجزائري؟ نعم، يمكن يكون يعني خلينا نقول أنه أطهر قدم موسم استثنائي وموسم كبير مع نادي الهلال، وبالإضافة لنجاح اللي قدمه محمد عبد الرحمن في الدوري الجزائري ممكن يتم استقطابه للاحتراف خارجا، لأنه الآن أطهر يمكن يكون تطور في الفترة الأخيرة ونجح في تقديم كما ذكرت موسم مميز جدا. الآن هي خلينا نقول هي علاقة وطيدة جمعت اللاعبين في الفترة الأخيرة عقب عودة محمد عبد الرحمن، اللي فتح الباب وفتح خط مع إدارة ناديه ومع وكيل أطهر. ممكن نشوف الصفقة تتم خلال الأيام القادمة. طيب جائحة كورونا أثرت سلبا على النشاط الرياضي، وإلى الآن طبعا في حالة من الجدل ما بين الاستمرار وما بين التوقف، لكن برضو اللاعبين هم موجودين في الإعدادات. بالنسبة لصقور الجديان، يعني هل في تخوف من النتائج الممكن يحرزها المنتخب، يعني منتخبنا صقور الجديان، ولا الإعداد ده هو الخيط الآن هو مناسب بالنسبة له ممكن يأهله؟ نعم، يمكن المنتخب السوداني مجابه بمباريات صعبة جدا في تصفيات كأس أمم أفريقيا مع قانا، مباراتين ستكون شهر نوفمبر المقبل. الإعداد الآن غير كافي أخ حمزة، إعداد أعتبره لم يرتقي للمستوى المطلوب، لما نقول عليه ضعيف لكن إعداد غير جيد. دائما المنتخب الوطني بيعتمد على جاهزية الأندية، يعتمد على جاهزية اللاعبين داخل الأندية، خاصة نتكلم عن هلال المريخ. المنتخب يعتمد عليهم خاصة إذا كان هلال المريخ يلعب مباريات قوية في الدوري الممتاز والبطولات الأفريقية، ممكن تأخذ منهم تشكيلة قوية. لكن الآن المعسكر منفصل، خلينا نقول المعسكر جاية في ظل جائحة كورونا وتوقف دام لأكثر من 5 أشهر من منذ شهر مارس، فهذا التوقف طويل جدا. واعتقد انه الانديه المنتخبات الاخرى تملك انديه تلعب في 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 الدوريات الاوروبيه وجاهزه فنيا وبدنيا عكس المنتخب السوداني اللي بيعاني الان في بصدد تجهيز مباريات. يعني لجنه المنتخبات الوطنيه برئاسه السلطان حسن برقو هو بيحاول جاهدا انه يخوض مباريات مع تنزانيا ومع تشاد ومع الدول المجاوره، على الاقل يكون هناك في جاهزيه نسبيه، لانه لما نتكلم عن مواجهه منتخب قانا في مواجهتين في اكرا وفي الخرطوم ستكون بكل تاكيد صعبه جدا على المنتخب السوداني. طيب يمكن من الاخبار اختلاف المقابل المادي بين رمضان عجبه وسودا كال، هل يقود رمضان للاحتراف الخارجي ام هي مناوره من اللاعب فقط؟ نعم، يمكن الآن رمضان عجب هو من أميز لاعبي المريخ حاليا، هو اللاعب الوحيد اللي بيصنع الفارق، لذلك أعتقد أنه التجديد لرمضان عجب سيكلف خزينة المريخ، حتى إذا كان آدم سوداكال أو خلينا نقول مجلس إدارة المريخ سيكلف الخزينة أموال طائلة جدا. رمضان لاعب يمكن يكون الآن في يعني يمكن يكون وصل مرحلة كبيرة ومهمة جدا من النضج الكروي في قيادة المريخ في الأهداف وحتى في قيادته داخل الملعب وخارج الملعب، لذلك هو الآن مطلوب حتى من الأندية السودانية، إذا كان تكلم عن الهلال يتكلم عن أهل شندي، يتكلم لاعب كبير جدا بقيمة رمضان عجب، ممكن كل أندية تدفع فيه مبالغ طائلة، لذلك مؤهل جدا الآن للاحتراف الخارجي، وممكن نشوف أقرب الأندية تصفر بخدمات رمضان عجب حال هناك تواطؤ من مجلس إدارة نادي المريخ. مقدرين جدا على كل القراءات التحليلية دي يا عبد الرحمن، إن شاء الله نلتقي في مساحات أرحب وأوسع نتكلم فيها عن النشاط الرياضي في السودان، وإن شاء الله يسوي الزير في الفترة الجاية. شكرا جزيلا. إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا. نعم، شكرا لكل مشاهدينا في كل مكان. يمكن دائما بالرياضه ما احنا بنختم، مع انه ما في اشعار من الكنترول انه في
تقرير خارجي او غيره. على العموم احنا شاكرين ومقدرين لكم مشاهدينا في كل مكان اللي كانوا برفقتنا طيله ساعتين من عمر الزمان. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالتنوع المختلف اليوم في الحلقه، من ايقاعات، من فنون، من رياضه، من يعني حاولنا ندمج لكم كل النماذج الجميله في صباح الشروق اليوم. وشكرا لمعدي البرامج وكل من يعملون خلف الكواليس دائما. لحد ما نتلاقى خلوا بالكم من روحكم وقعوا على الوطن. في امان الله.